تاريخ كبير للأهلي، البطل صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس مصر، وكمان الجيل الحالي من اللاعبين عنده فرصة إنه يواصل حصد البطولات، لأن البطولة دي هي اللي هتحط اسمك في التاريخ، في تاريخ النادي الأهلي. اللاعبين كلهم واخدين دعم كبير من الجمهور، جمهور الأهلي اللي هيكون متواجد بكرة في المدرجات بكل قوة للتشجيع ومؤازرة الفريق. كلنا ثقة في لاعبتنا، كلنا ثقة في جهازنا الفني والإدارة، كلنا ثقة إننا رايحين عشان نحقق اللقب وجمهور الأهلي يفرح، ده الهدف. مستر مارسيل كولر راجل من الناس اللي تجيد إدارة المباريات الكبيرة، وده شفناه كلنا في الفترة الأخيرة معاه، وكمان هو راجل بيحب التحدي سواء في المباريات الكبيرة أو في البطولات عموما. هو راجل دايما عقليته تناسب عقلية النادي الأهلي الحقيقة، إن هي عقلية الفوز ولا بديل غير الفوز، دي عقلية النادي الأهلي، والمدرب اللي بينجح في النادي الأهلي دايما هو المدرب اللي بتبقى دي عقليته. وعشان كده حقق 5 بطولات في أول سنة اشتغلها مع النادي الأهلي، وما زال بيحقق بطولات وخد برونزية كأس عالم، دي عقلية النادي الأهلي. دلوقتي عندنا تحدي جديد قدام كولر وقدام اللعيبة، هي مباراة كبيرة ومباراة نهائي كأس مصر، ومباراة فيها طابع خاص جدا. الزمالك جايب مدرب جديد فأكيد عنده دوافع، عايز يقدم نفسه للجمهور، مدرب لسه أول تجاربه مع الأهلي والزمالك يعني، وبالتالي المواجهة بين الاتنين مدربين صعبة جدا، مدرستين مختلفين طبعا، ولكن أنت بتتكلم عن مباراة أساسا ليها طبيعة خاصة جدا. كولر من الناس اللي بالنسبة له المكسب هو الهدف، مش لعيب مش أي حاجة، هو لا، مكسبه هو الهدف، وخصوصا لما تكون نهائي بطولة، فبالتالي المباراة بالنسبة له حساباتها مختلفة تماما عن أن تكون مباراة دوري عادي، أو أن تكون مباراة مثلا في بطولة أفريقيا في وسط الجدول أو حاجة، لا، مباراة ببطولة دي شيء مختلف تماما. كمان مع المنافس أو الغريم الأشهر للنادي الأهلي، دي برضو بيبقى ليها حسابات تانية. ومستر مارسيل كولر خلاص هو حقق بطولات وحقق حاجات كتير جدا، وعنده رصيد مع الناس كبير جدا جدا يعني، لكن دي نهائي مع ديربي. أشهر أو الحاجات اللي بتعلق مع جمهور النادي الأهلي وبتفضل في الأذهان دايما هي النهائيات اللي بين الأهلي والزمالك، مباراة الديربي يا جماعة، مباراة الديربي يعني ماتش القاضية، ممكن ده بالنسبة لنا مباراة مش هتتنسي. المباراة دي أيضا من المباريات اللي مش ماتش 6-1 مثلا، ماتش 4-3 نهائي الكاس، كل دي مباريات بتفضل في أذهان جمهور النادي الأهلي وفي لاعبين النادي الأهلي كمان. يعني في لعيب ممكن تاريخه يكون عبارة عن لقاء أهلي وزمالك، في لعيب ممكن يكون تاريخه هو ميلاده أو ميلاد اسمه كلاعب كرة قدم في لقاء زي الأهلي والزمالك، وده شفناه كتير جدا. زي ما حضراتكم شفتوا هتبقى مباراة خارجية قوية جدا، خصوصا أن دوافع مدرب جديد كمان هتبقى بالنسبة له مباراة قمة، بداية الدوافع بالنسبة له أنه يثبت أنه هو مدرب كبير ومباراة ببطولة. لكن في حاجة في النادي الأهلي مميزة عن كل أندية مصر في الفترة الحالية، النادي الأهلي في الوقت الحالي هو أكتر نادي لعب مباريات بجماهير في آخر 10 سنين، مباريات نهائيات أفريقيا، مباريات نهائيات خارج مصر، حاجات كتير قوي. فالنادي الأهلي عنده دايما ميزة أن لعبته لعبت تحت ضغط جماهيري الفترة الأخيرة، ويمكن مدرب منتخب مصر قال ده، أي مدرب بيجي بياخد ده، أي مدرب بيجي بيبقى واخد باله من الحتة دي، أن لعيبة النادي الأهلي جماهيريا أو في اللعب في وسط جمهور أو تحت ضغط جماهيري أميز. يعني أتمنى أن يتم استغلال الجزئية دي بكرة، هي مباراة مش جماهيرية عادية بطبع خاص جدا، المملكة العربية السعودية فيها جالية عربية، جالية مصرية كبيرة جدا جدا يعني، وكمان جمهور النادي الأهلي مميز جدا برا مصر، خصوصا في عند أشقائنا العرب كلهم في كل الدول العربية يعني. حتة أن أنت متعود تلعب تحت ضغط جماهيري دي يتم استغلالها جيدا. فريق الزمالك فريق كبير بكل احترامه، مستر مارسيل كولر دايما بيأكد على احترامه لمنافسيه، خصوصا لما يكون الغريم التقليدي ليك يعني، لكن انت دايما عندك مزايا اكتر تاريخيا، انت متصدر البطولات كلها، عندك الرقم القياسي بتاع كل البطولات المحليه والافريقيه، فبالتالي دي نقطه نفسيا بتخلي لعيب النادي الاهلي متفوق على لاعب النادي الزمالك. طبعا مع كل الاحترام لكل لاعبي نادي الزمالك اللي هم محترمين جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي وكل حاجه، لكن احنا عندنا جزئيتين مهمين جدا، الاولانيه جماهيريا، الثانيه جو اللعب خارج مصر لاعبي النادي الاهلي، حتى لو الجمهور مصري، حتى لو مباراه اهلي وزمالك، النادي الاهلي برضو نسبه مشاركته في المباريات اللي بره مصر تحت ضغط كبيره جدا. النادي الاهلي بيلعب ضد الوداد المغربي في المغرب وبيكسب،
بيلعب ضد الفرق التوانسه وبيكسب، بيلعب صن داونز يعني انت عندك تجاربك بره مصر، متعود على اجواء خارج مصر اكتر من نادي الزمالك. دي كلها مزايا في الملعب بقى وعلى ارض الواقع. انت عندك اسبقيه بقالك موسم متفوق على الزمالك في الماتشات اللي بينك وبينه، ونهائي كاس مصر اللي فات اللي هو كان قريب بالمناسبه، يعني مش بعيد، ده من كام شهر، انت كسبان بيراميدز، فبالتالي التجربه نفسها لا كويسه. غير ان السوبر المصري اللي كان مقام في طبعا الشقيقه الامارات المتحده العربيه، لا انت عندك دوافع كتير جدا ضد الفريق اللي انت هتلعبه، لكن انت عندك مميزات اكتر، عندك مميزات تخليك متفوق على فريق نادي الزمالك. فنيا انا كل ثقه في مارسيل كولر، كل ثقه في مارسيل كولر والناس اللي هتلعب ايا كان ال11 اللي هيلعبوا مين، انا واثق ان دول احسن ناس هيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني، وواثق ان دول هيموتوا نفسهم على البطوله. دي عقليه النادي الاهلي، وانا كمشجع اهلاوي واثق في ده، ما عنديش شك واحد في المليون في ده. بالتالي انت بكره قدام فرصه ذهبيه، الجيل ده كمان قدامه فرصه ان هو يبقى خد كم من البطولات مع النادي الاهلي كبير جدا. يعني مارسيل كولر تحديدا هيبقى عمل رقم كبير في اول سنتين، وده رقم في مدربين حققوا ده طبعا، مستر مانو جوزيه ومن كذا اكتر من مدرب حقق بطولات، حتى بيتسو موسيماني المدرب برضو اللي كان حقق في اول سنتين اكتر من بطوله، لكن العدد ان انت تاخد العلامه الكامله في اول سنه ده مش كتير اللي حققوه حقيقه يعني. فبالتالي طبعا الروح اللي احنا شايفينها في الصوره اللي قدامنا دي، المشهد اللي قدامنا دي روح متكرره. قبل اي نهائي ده الوقفه المعتاده لعيبه النادي الاهلي، التجمع في نص الملعب بالشكل ده قبل التمرين الختامي، دايما بيبقى هو التمرين الختامي قبل المباريات النهائيه او المباريات الهامه، بيبقى نفسيا ليها شكل مختلف، وكمان بتاثر على الترابط بين اللعيبه وبين بعض. احنا دايما ما بنحسش بمشاكل ان اللعيب اللي ما بيلعبش عنده مشكله، لا، حسينا مع مستر مارسيل كولر كمان في سياسه التدوير اللي عملها اول ما جه ان كل اللعيبه اساسيه. يعني انا ما اقدرش اقول لك في لعيب على الدكه احتياطي مثلا الموسم اللي فات، لا، انت بنسبه مثلا 50-50 كل اللعيبه 50% مشارك في الماتش البطولات اللي فاتت كلها وبشكل اساسي. يعني انت ما عندكش مشكله ابدا ان انت تقول الخط الهجوم اي حد هيلعب يبقى اساسي، دي ما فيهاش اي مشكله. عد معايا كده واحنا بنتكلم دلوقتي، بيرس تاو، حسين الشحات، الكهرباء، مودست، كلهم اساسي. اي اسم هتقوله اساسي، اي اسم هتقوله اتحدى ان هو ما بقاش بصفه اساسيه انت متعود عليه في الملعب. ودي سياسه نجح فيها مستر مارسيل كولر، رغم ان ناس كتير هجمته في الاول ان هو يعني مش مستقر على تشكيل ثابت، لكن ده طلع الصح. لكن المدرب بيبص لقدام، بيبص، هو اللي بيشوف حاله اللعيبه، وهو اللي شايفهم في التدريب، وهو اللي شايف امكانيات لعيبته، وهو اللي عارف امتى اللعيب ده يلعب، وامتى اللعيب ده اعاده احتياطي، وامتى اللعيب ده استنزف كل مجهوده واريحه، او ان انا اقسم مجهوده في عدد المباريات اللي هيتلعب. السياسه دي في مصر في الوقت الحالي، في كم الماتشات الرهيب اللي بتتلعب وضغط المباريات اللي بيتلعب، دي اهم شيء في عقليه المدرب، ان هو يقدر يوظف ده، ان هو يقدر يخلي كل اللعيبه اساسيين، قائمته بالكامل ما فيهاش لعيب ما بيلعبش. القائمه بالكامل ما فيهاش لعيب ما بيلعبش. يعني انا لو قلت لك في نص الملعب حتى بالمصابين بالمناسبه، يعني لو قلت لك اليو ديانج ولا امام عاشور ولا عمرو السوليه ولا احمد نبيل كوكا، حتى كل دول اساسيين، كل دول بيلعبوا، كل دول ما تحسش ان حد فيهم ممكن يبقى احتياطي للتاني، لا، انت متعود ان اي حد موجود، وكلهم متعودين على حساسيه الماتشات، مفيش حد مثلا لسه هيبقى بيتجرب ولا حاجه، لا، كل لعيبه النادي الاهلي بلا استثناء بفضل العقليه اللي حطها مارسيل كولر في اللعيبه. احنا مثلا كنا الفتره بتاعت بيتسو موسيماني اللي هي سياسه مختلفه، كان 12 13 لعيب بيلعبوا دايما، وكان الاجهاد ده بيأثر في اخر الموسم، خلونا نعترف يعني ان ده كان موجود. الراجل ده جه عمل سياسه مختلفه، الناس مش متعوده عليها، والناس مش واخده على فكره ان حد يبقى بيعتمد على السكور شيت بالكامل بالشكل ده، لكن نجح، وده اللي خلاك تاخد كل البطولات في اول موسم، ده اللي خلاك ان انت عندك لعيبه متوزع مجهودها صح، وكل اللعيبه امكانياتها قريبه من بعضها، فما عندكش مشكله، ده هيلعب او مش هيلعب، وعندنا افضل سكور شيت في الدوري في الوطن العربي اظن، يعني افضل سكواد تقريبا في افريقيا والوطن العربي، بدليل ان انت لما لعبت فريق سعودي عالمي، فريق الاتحاد، في واحد كان لسه من كام شهر واخد احسن لاعب، بنزيما ده كان احسن لاعب في العالم السنه اللي فاتت، يعني مش من وقت متاخر، تفوقت عليه وقدرت تتفوق عليه وتكسبه وعلى ارضه، وقدرت تاخد برونزيه كاس عالم كمان. فانت فعلا سكواد محترم، انت فعلا
عندك الفريق اللي تقدر تعتمد على اي حد فيه من غير ما يعني حد اتصاب حد مش جاهز، لا انت كل الناس عندك جاهزه، كل الناس عندها حساسيه المباريات، كل الناس تقدر تجيب لك بطوله في اي وقت. وده سياسه انا اعتقد ان في ظروف الدوري المصري الغير منتظم وفي ظروف المشاركات الافريقيه في مسافات بعيده اللي احنا متعودين عليها من سنين، بس ما كانش عندنا حد يدور لنا اللعيبه بالشكل ده مع الظروف اللي احنا فيها دي، فده انسب طريقه او انسب شكل تجهز بيه لعيبتك كلها بالكامل وتبقى جاهز ان انت اي حد يلعب. يعني انت لما تقول مثلا الاساسي في المهاجمين مين، مش هتعرف تقول مين اساسي ومين احتياطي. غير الاصليين مثلا اللي جاي من اصابه، هو كان اساسي قبل ما يقعد وممكن يشارك، ده شيء طبيعي جدا جدا مع مارسيل كولر. حقيقه نقطه تحسب له، تحسب للجهاز الفني في الكامل. وكمان مش عايز انسى الاستقرار الاداري مع الفرقه، كابتن خالد بيبو كانت ناس كتير جدا متخوفه في تغيير مدير الكره في النادي الاهلي، لكن لا احنا ما شفناش اي فرق لحد دلوقتي. اللي كان حاصل ايام كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي حاصل ايام كابتن خالد بيبو في الوقت الحالي ده. ليه؟ لان النادي الاهلي سيستم، نظام كله ماشي عليه، هتشيل ده هتحط ده، هي نفس العقليه.